مستمرين مع راس موتور كوبي اوتو فوكس ممبر اوف رسامي جروب اوف كومبانيز ودائما مستر الف حيدر معنا بالاستوديو عم ضوي اعتراضات شانغان اللي عم نشوفها كثير بالسنوات الاخيره على الطرقات اللبنانيه رالف نسبة مبيعات كثير عاليه عم تحققوها عندنا صار 1500 سياره على الطريق رغم الوضع مستمرين مزبوط رغم الوضع مستمرين عندنا بلان نعمل اكسبانشن بعد ما سكرنا فروعاتنا نحن حتى بمنطقه المتن وحواليها الوحيدين اللي بعدنا فاتحين ومستمرين ماكسيموم يعني في كثير صالات عرض سكرت اللي بدي اقوله انه شانغان قدرت تبرهن عن حالها خلال 3 سنوات بلبنان بسبب البرودكت تبعها وبسبب جودتها يعني وبسبب السيرفيس يلي اخذوه العالم من بعد ما اشتروا والمصداقيه يلي برهنا لهم عنها خلال هيدي الفتره السي اس 15 اللي معنا اليوم هي 2020 بحب اذكر العالم انه مش بس السي اس 15 كل موديلات شانغان فيهم ذا بيست سبلايرز يعني هن معمولين من اجود المكونات وهلا ليتر اون رح نشرح عنهم ليه بحيث الفيتاس السسبنشن كل شيء الموتور واتسيترا اليوم السياره اللي معنا السي اس 15 هي كروس اوفر اس يو في اكثر سياره نحن بعناها صار عندنا اكثر من 800 سي اس 15 على الطريق من هيك العالم تتفركش فيهم وين ما بتروح وين ما بتجي وهيدي السياره عن جد العالم اللي راح تشوفها هلا راح يعرفوا قد ايه بيشوفوا منها على كل حال الالوان اللي معنا اليوم كثير حلوه تو تون هيدي التو تون كومبينيشن هي افيلبل ب 1 تون او 2 تون اللي بدي اقوله كمان عن هالكروس اوفر اس يو في انه بعده لتاريخ اليوم ذا موست افوردبل كروس اوفر اس يو في بلبنان اند ذا موست اكويبد كروس اوفر اس يو في يعني بالديزاين عندك تنتد ويندوز عندك 16 انش الوي ويلز رير ديفيوزر رير سنسر ريفلكترز من ورا تيل لايتس السبورتي ديزاين من قدام من ورا رايت سايد ريبيتر بريات فيهم هيتد روف راكس عندك التريمينج بقلب البواب بين بيانو بلاك على تو تون او كان كروم سياره عن جد كثير حلوه وكثير تلفت النظر على الطريق صحيح رح ننتقل للداخل نشوف شو ابرز الاوبشنز داخل السي اس 15 اللي معنا اليوم اكيد تبع حديثنا مع رالف عن باقي تفاصيل السياره رالف عم ننتقل لداخل السياره اول شيء السياره كثير واسعه من جوا مع فرش جلد هيدروم بالاحمر عم نشوف الهيدروم واللاجروم ممتاز للباسنجرز ورا وقدام اول شيء الرير سيتس هن فولي فولدبل بيصيروا فلات باد من قدام عم نشوف الداشبورد يلي هو فيه اذا بدك لوكسري ديزاين عندنا شاشه وسطيه 7 انش هاي ديفينيشن مع كاميرا خلفيه فيها نافيجيشن وفيها بلوتوث وفيها جي بي اس وفينا اكيد نحط كل الابس اللي بدنا اياهم خلال الابل ستور بقلبها للسكرين عندنا اي سي ديجيتال من جنرال الكتريك مع شاشه منفصله مع كنترول يونت له وحده الجلد الكروم التطعيم بالستيتشينج موجود بكل انحاء السياره من هيك بنحسها اتس ا لوكسري كومباكت اس يو في ساوند سيستم هو بريميوم 6 سبيكرز مع سراوند بريميوم سراوند اكسبيرينس بقلبها للعالم اللي بتحب الميوزيك للشباب يعني مزبوط العزل اكيد هو عزل ممتاز بتعزل الفايبريشن والنويز بقلب السياره فيري كومفورتبل وفيري ستيف بنفس الوقت لما بحاجه نحس انه نحن عندنا سياره جامده على يعني واضح انه 5 اشخاص مرتاحين بيقعدوا فيها مرتاحين مزبوط واكيد ما بدنا ننسى اهم شيء اليوم هي انه السياره اخذت 5 ستارز على الكراش تيست يعني مش بس عندنا وساع عندنا سيفتي 100% تابعين حديثنا معك رالف بدنا نحكي اكيد انجن سسبنشن جير بوكس واكيد السعر اليوم سعر السياره بالسوق اللبناني تابعين حديثنا مع رالف اكيد عن السي اس 15 ندوي عن الانجن اكيد كمان مثل ما عم نحكي رالف يعني في عنا كولابوريشن مهمه مع شركات عالميه مع سبلايرز موجود مزبوط اليوم من ناحيه الانجن هو يورو 5 1.5 الانجن بيولد 110 احصنه تقريبا موصول على علبه تروس اوتوماتيكيه من 5 سرعات دول كلتش لتكون بتناسب حجم السياره تعطيها مور باور لانه بتصير عندنا سبورتي فيلينج بقلبها فيها 3 درايفنج مودز اكيد الموتور والفيتاس هن تكنولوجيا يابانيه مثل ما قلنا لانه السيارات هن تصنيعهم بيتم بالتعاون مع سوزوكي وفورد ومازدا وجروب بي اس اي عندنا شانغان سيفتي باك اللي هي من بوش فيها 2 اير باجز اي بي اس اي بي دي بريك اسيست تراكشن كنترول للتسحيط على المي والمنعطفات هيل ستارت اسيست هيل ديسنت كنترول كلهم ستاندرد اكويبمنت عندنا تشسير بقلب البواب رولوفر بروتكشن رينج كرمال حمايه الباسنجرز بحال الحوادث 5 ستارز على الكراش تيست سسبنشن تبع السياره هي ماكفيرسون امريكانيه
يعني السيارة كل السبلايرز يلي هن محطوطين فيها هن انترناشنال سبلايرز. يعني بدي شبهها شوي اليوم مثل بالآيفون يلي هو ديزايند ان كاليفورنيا بس اسامبلد ان تشاينا، هو يعتبر يمكن من أهم التليفونات بالعالم. سعر السيارة اليوم سي اس 15 السي اس 15 اليوم مثل ما قلنا ومثل ما وعدنا نحن بعدنا أكثر كروس اوفر اس يو في افوردبل وأكثر واحد اكويبت، يعني ما في اكويفالنت لنا بالسوق. حقها للسيارة 17900 بما يشمل التي في او التسجيل وكفالة الخمس سنين او 150 ألف كيلومتر. بندعي الجميع يزوروا كل صالات العرض تبعنا تيعملوا تيست درايف على السيارة، وبندعيهم أكثر كل ما يشوفوا حدا ورح يشوفوا كثير عالم عندها سي اس 15 على الطريق يسألون عن الاكسبيرينس تبعهم، ورح يقولوا لهم انه من وراء هالسيارة هن عملوا ابجريد على سيارات اكبر واكبر واكبر من شنغن، لانه عن جد كانت السيارة يلي اعطتهم تراست بالبراند. شكرا لك رالف، بنلاقيك دائما بحلقات مقبله. بكره مثل العاده حلقه جديده وسياره جديده. مشاهدينا دائما سوق على مهلكم تبعوا الطريق. يلا لكم.